لك اسمعي، بلكي في شي جديد تقدري تعمليه ببيتك. ما بدي هز بدني شو ما كان القرار يكون، لك ما عم نقدر نعمل شي. نحن بديرة وبيوتنا وورقنا بديرة، وما بستلجي فكر بس تفكير بالنزلة. ليش خير أنسي أمر؟ يعني عفوا للتدخل، بيتك ما عم تقدري تبيعيه لأنك بلبنان، ولا لأنه ما معك وراء، ولا شو مشكلتك بالضبط؟ الله يكون بعونها، قصتها مشربكة ما بتعرف من وين بدها تبلش، بالبيت ولا بالوراء، لك قصة. طيب شو القصة؟ فيكي تشرحي لي؟ احنا كان عنا بيت بدارية وتهدم بالحرب، أخذوا جوزي بـ2015، أنا كنت بدي طلع أولادي بـ2017 لهون للبنان، لأنه قبل ما يصير وقتهم للجيش. فـ2017 جيت بدي بيع السيارة تبع زوجي، لأنه هني أخذوه من البيت وما شافوا السيارة، فعلى أساس أنه أنا والله فرغت لحدا، وهالحدا يعني راح أنه يفرغها بقطنة بالمطرح العقارات وهيك، يعني مطرح ما بفرغه، فبيرجع بقلي أنه السيارة محجوز عليها، هو يوكل محامي يعني، وقال لي أنا ما فيني أخذها يعني منك، أنه أنا جوزي عنده محل والبيت وسيارة محجوزين هدلول عليهم، ما فيني لا بيحهم ولا أتصرف فيهم أبدا أبدا. لحنا بيتنا كان بيت عربي، بس لحنا بأرض، الأرض مو ما بعرف كيف بيقولوا له، يعني مو منظمة الأرض، فالعالم طمعت إنه صارت تاخده بنص قيمة البيت، ويعني جيراننا هنيك إنه يضموا له بيوتهم وهن بيفكوا على الحجز. فأنا هم مرضيت لا بيع البيت ولا ما عاد يعني حكيت بهالقصة أبدا، وتركته على حاله. وهلأ ما بعرف إذا الدولة بتكون حطت إيدها أو لا عليه، ما بعرف يعني. حتى أنا كتير بخاف إني أنزل أعمل وراء أو أعمل شيء بسوريا. أنا سألت محامية، قلت لها شو بتكلفني أنا بس الوكالة بدها توكلني إلي، بدها تكلفني $400، قالت لي. يعني هون لسه ما فكت هي لا حجز ولا شيء. هذا الحكي أنا استشارت أختي يعني، وهي استشارت محامية، وقالت لها هيك هيك وضع أختي، قلت لها إذا بدي أشتغل لها بدي هلأ $400 أول شيء، هي غير فك الحجز يعني. بس أنا المبلغ كتير كتير يعني كتير كبير، ومو قدرتي والله على هيك مبلغ. أنا يعني أنا هون وضعي بلبنان يعني، أنا وولادي عم نشتغل لحتى نقدر نأمن حالنا، فمو قدرتي أبدا لا بيع البيت ولا فك الحجز ولا أعمل شيء أبدا أبدا. يعني الوضع صعب كتير علي. اف شو هاد، شو ممكن تعمل بهيك حاله؟